مزارع على العموم، مزارع روبيان، مزارع طحالب. أصبحت سمكة البلطي النهاردة بتمثل النوع رقم 2 في الاستزراع السمكي على مستوى العالم. ده كان جاي من إمكانياتها. أنت النهاردة لما تلاقي صنف من الأصناف وتطلق عليه إن هو دي السمكة الداجنة، يسموها تشيكن فيش. ليه؟ لأن دورة رأس المال بتاعتها ضيقة، أنت ممكن في ظرف 30 يوم تطلع إنتاج. الكلام ده ما بيحصلش في أصناف أخرى. علشان كده بالرغم من إن سمكة البلطي من الأسماك الاستوائية المفروض مستوطنة في أرض أفريقيا، درجة الحرارة على مدار السنة المفروض ما بتقلش منطقة استوائية عن 30-28 بالكتير، فهي بتموت تماما في المنطقة دي. إلا إنك أنت هتلاقيها في أمريكا، هتلاقيها في أوروبا، هتلاقيها في البرازيل، هتلاقيها في الصين. النهاردة أول إنتاج للسوبر ميل حصل في العالم كان من شركة هولندية على طاقته جاية بيبيعوه. هولندا لما درجة الحرارة بتطلع 18 والشمس تطلع كده بيقوموا لابسين الشورت ونازلين في الشارع، العيد جاي. ومع ذلك هما استخدموا هذه السمكة وبدأوا ان هما يولوها الرعاية اللي احنا ما بنديهاش. احنا كمزارعين، احنا كمنتجين في الاول ما اديناش السمكة دي الأهمية المطلوبة. قد يكون الوضع الاقتصادي في البلد مش ما اديناش الفرصة دي، قد يكون الوضع السياسي ما اديناش الفرصة دي، قد يكون وضع الإشكاليات والجهاز الإداري المتراهل في الدولة اللي بيرمي مشاكله على زميله خلاص. إحنا عندنا شح مائي، عندنا شح مائي والمفروض الرابع في تركيا أول مرة يخشوا مياه السنة دي وعندنا شح مائي. ليه؟ لما يكون عندك 150 ألف طن بيجوا من أقفاص دمياط المحمودية وتزيلهم بحجة إنهم بيلوثوا النيل، يعني اعتقد ده شيء يعني لا يصدق. صح، هنتكلم عن البلطي الاحمر لان النهارده احنا بنقول ان الصنف ده بقى مطلوب النهارده بالنسبه لنا كلنا، لان احنا عاوزين نعمل اختراق للمسطحات المائيه البحريه بتاعتنا. علشان نعمل كده ونشتغل في الدنيس والقروص، انا واحد من الناس مش مقتنع ان احنا هيبقى لنا مستقبل في الدنيس والقروص. انا مش مقتنع بكده بالرغم ان احنا افضل حالا من اوروبا، لكن لان اوروبا سبقتك في هذا الكلام من اول ما بدا القرن اللي احنا فيه ده وخدت فيه باع طويل، مما ادى الى هبوط الاسعار. اصبحت انت لما تيجي تنتج دنيس وقروص بتبيعه في السوق المصري اغلى من انك انت تصدره. لكن لانك انت بتحاول انك تحافظ على مستواك ووجودك في السوق، فانت بتاخد وتصدره. انت كمنتج ما بتصدرش حاجه، لكن المصدر بيجي يقول لك انت النهارده عندك، انت النهارده عندك انتاج كبير، احنا هناخد منك الانتاج ده وهنسوقه. هو بياخده منك ب 80 جنيه وبيبيعه في السوق ب 120 جنيه، لكن هو هيبيعه في اوروبا ب 90. لكن هو كمصدر هو محتاج انه يحافظ على وجوده في السوق، ودي نقطه جوهريه احنا كمنتجين في الاساس ما بنبصلهاش. احنا انشغلنا بالوضع الاقتصادي بتاعنا واحنا بننتج. انا بتكلم على المستوى الاقتصادي، ما بتكلمش على المستوى الحكومي، مش في مفرخاتنا احنا كحكوميين، لكن انا بتكلم على القطاع. كل دول العالم لما جم يعملوا نظم تربيه للاسماك بالذات البلطي اتكلموا على الانتخاب الوراثي لسرعه النمو او لمقاومه الامراض. ما حدش فيهم فكر ابدا ان هو يشتغل على انتاج السوبر ميل، سابها للقطاع الخاص. ففي دور بيبقى موجود للمؤسسات الحكوميه وفي دور موجود للمؤسسات الاقتصاديه. احنا كمنتجين كان المفروض ان احنا نهتم بهذا الكلام بالذات في الفتره الاولانيه لنمو وازدهار البلطي في مصر في التسعينات. البلطي الاحمر احنا جبناه من امريكا سنه 92 لما بدا عندنا المفرخ البحري اشتغل.
الشغل مجهود يشتغل. لكن هو في الاساس البولت الاحمر ده هو مش نوع موجود، هو هجن. انت عملت تزاوج من صنفين من اصناف البولت ادوك هذا اللون، بس اول مره تم اكتشاف البولت الاحمر ده كان في الخمسينات، هو ناتج تهجين طفره. هما شافوا السمكه دي لونها محمر قريبه من المرجان، الاسماك البحريه والمرجان له سعر عالي مش عندنا بس في كل حته، لما لقاها ان شكلها يشبه شكل سمكه المرجان هو قال طب خلاص انا اشتغل عليها ويبقى انا عندي في المايه العذبه في سمك شبه المرجان، لما اجي ابيعه هبيعه اغلى من السمكه بتاعت المايه العذبه وارخص شويه من سمكه المرجان، لكن سمكه قابله للاستزراق. خدوه الجماعه بتوع طيران وعملوا تزاوج ما بين السمكه البلط الموزمبيقي اللي عندها الطفره دي. احنا عارفين كلنا لما درسنا في الوراثه كان بيقول لك في 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 شكل وراثي اسمه الالبين الامهق، هو لا ابوه كده ولا امه كده، لكن هو بيحصل طفرات او انعزالات وراثيه بتؤدي لهذا. ده اللي حصل بالنسبه للطفره بتاعه البلط الاحمر. كل اصناف البلطي الذكور بتاعتها بتدي الوان عند موسم التزاوج، وبالتالي هي عندها الجينات اللي بتدي الصبغات اللي بتديك الالوان دي. فلما هو حط ايده على الطفره دي خدها وعمل بيها تزاوج مع البلط النيلي لانه بيشوف الذكور بتتمكج في موسم التزاوج، فقال لك هو عندها نفس اللون. التزاوج ده اداك ميزه كبيره قوي، لان البلط النيلي اسرع في النمو، في معدل التحويل الغذائي، في مقاومته للامراض، في مقاومته لجوده الميه عن كل اصناف البلطي اللي احنا عارفينها. من هنا اصبح عندنا سلاله اسمها سلاله البلط الاحمر التايواني، موجوده في مع مركز البحوث اللي موجود في تايوان هناك، مركز حكومي، وبدا من هنا يحصل انتشار. في السبعينات امريكا راحت واخداه وعملت نفس الكلام ده بس مع السلاله اللي اسمها الهرونورم الايركروماس هرونوما. النوع ده موجود في زنزبار، هو اسمه بولتي زنزبار. عندنا بولتي النيلي نايل تلابيا، عندنا الموزمبيك تلابيا، عندنا زنزبار تلابيا. هو لما خد البولتي الهرونورم ده هو عنده ميزه ان هو يستطيع ان ينمو بمعدل جيد في مياه البحر، فهو عايز يعمل شكل تاني غير الجماعه بتوع تايوان. هو مش هيشتغل في المياه العذبه، هو عايز يشتغل في مياه البحر. فراح عمل التزاوج ده ما بين الطفره اللي موجوده في الموزمبيقي مع البولت بتاع زنزبار الرونورم، وطلع لنا الفلوريدا التلابيا اللي احنا جبناه في مشروع مريوط في اول التسعينات علشان خاطر نشغله في الميه المالحه. بعد كده عندنا سلاله تانية، اسرائيل ما بتسكتش، والبلطي بالنسبه لها المفروض انها سمكه مقدسه تبقى عند التوراه بتاعتهم. بيقولوا ان هو كان واحد من الـ من الـ من الـ القديسين، كان مزنوق وبيهرب وكلام من ده، وسمكه البلطي طلعت له من الميه، الفيلم الهندي اللي هم بيعملوا عليه ده. المهم هم دخلوا في هذا المجال. انا عاوز زي ما اتكلمت مع حضرتك، انا بقول لك ان هي من اسماك المياه الدافيه، هي نموذج جيد جدا لانظمه الزراعه المختلفه علشان تحملها تضارب جوده المياه، مقاومتها العاليه للامراض، معدل التحويل الغذائي بتاعها اللي بيبقى منخفض، وخصوبتها العاليه. الخصوبه العاليه في المفرخات بتدي ميزه، لكن في المزارع بتبقى عيب، لان لما يبقى عندك خصوبة عالية إذا أنت عندك دورة التوالد بتبقى
ضيقه طالما انت موفر له درجات الحراره، لان انت لما انت عايز تنتج سمك مائده من المزرعه، وبالتالي انت بتحاول تحافظ على المستوى بتاع النمو. مستوى النمو ده ملائم تماما لمستوى التكاثر، وبالتالي تيجي تحط ال 10,000 سمكه في الفدان تلاقيهم بعد 6 شهور بقوا 50-60,000. لا انت كبرت السمك بتاعك ولا عرفت انك تلم فلوسك. احنا عندنا 3 اجناس من البلطي اللي بيعدي ال 100 جنس في العيله السايكلين دي. اهمهم جنس الاوريتروماس اللي منه البلطي النيلي والموزمبيقي وبلطي زنزوار والبلطي القري. وبعدين في عندنا جنس الستاروثيليدون وعندنا التلابيا. التلاته دول في السبعينات كان اسمهم جنس التلابيا. تلابيا نيلوتيكاس، تلابيا موزمبيكاس، تلابيا زيلي، تلابيا رانديلي. لكن مع مرور الوقت وهم بيدرسوا هذا الجنس لقوا ان في اختلافات في التكاثر. واحنا في التصنيف زي ما اتعلمنا كلنا انه بيصنف الاجناس دي والانواع دي تبعا لطبيعتها في الغذاء وطبيعتها في التكاثر في المقوم الاول قبل حتى التشريح المورفولوجي بتاعها. فهو لما جه يدرس لقى ان في سمك بيحضن في الفم يحتفظ بالبيض والزريعه في الفم، وفي سمك بيحط البيض والزريعه على الارض ويقعد يحرسه، وفي سمك بيلزق البيض بتاعه على الاغصان وفروع النباتات المائيه ويمشي. فراح ناقل من بعض من اصناف وانواع التلابيا الى الستاروثريدون. الكلام ده في السبعينات. جه في اخر السبعينات لقى ان في اختلاف في طبيعه تحضين الانثى او الذكر في الفم. طب هنحطهم تحت نفس الجنس؟ قال لك لا، يبقى نعمل جنس تاني. راحوا ناقلين في اول الثمانينات وقال لك في حاجه اسمها الاوريكروموس ضموا لها حاضنات الفم الانثويه فقط. ان الستاروثيليدون ممكن يبقى في تبادل ما بين الذكور والاناث في عمليه التحضين في الفم، وفي الغالب بيبقى الذكور هم اللي بالعمل ده زي البلط الجليدي. علشان كده ما بتعرفش تعمل انت تزاوج او تعجين ما بين الجليدي مع البلط، او هو مش موجود في الطبيعه، لان في اختلاف كبير في الطبيعه التكاثر اللي ربنا خلقه. احنا بعد كده شفنا البلطي دي الاربع اصناف اللي احنا بنشتغل عليها. افضل رنون دي اشهر اسماك البلطي اللي احنا بنشتغل بيها في الـ في الـ في الـ في الصراع السمك على مستوى العالم. بنضيف لها الهرونورم لما نبقى احنا محتاجين ان احنا ناخد الجينات او السلوك الوراثي اللي بيديله الفرصه انه ينمو في مياه البحر زيه زي ما بينمو في المياه العذبه والسمك. ده شكل البلطي التايواني اللي هم اشتغلوا عليه في الستينات. طبعا انت لما بتيجي تحاول انك تعمل تاخد طفره وتعمل لها تزاوج مع، حتى لو بتعمل لها تزاوج مع اخوها الطبيعي، الطفره دي بيحصل لها ارتداد، لان هي في الغالب بتبقى متنحيه. وبالتالي حتى انت لما تيجي تشتري النهارده البلطي الاحمر من مشروع مريوط او من الكيلو 21 النهارده، هتلاقيه في 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 معظم شكله لونه اسود، لان هو الطفره دي كانت من اب موزمبيقي، والموزمبيقي بطبيعته لونه اسود، يعني مش حتى زي البلطي كده غامق كده وبيلمع ومدي لونين اخضر على ازرق على يعني رمادي وكلام من ده، لا ده اسود اسود زي النعل كده بالظبط. فانت المفروض لما بتيجي تعمل حاجه زي كده، المفروض انك انت مع انتخابك لقطيع امهات جديد لابد انك تحاول انك تاخد الاسماك اللي ما فيهاش البقع السوداء اللي احنا بنشوفها النهارده في الكيلو 21. هوريك شكلها دلوقتي. بعد كده ده البلطي بتاع فلوريدا، اللون اختلف شويه
تاني مدي اللون البرتقالي، ده مدي اللون الوردي. ده الشكل بتاع ان دي 56 الاسرائيلي. هم عملوا ايه؟ هم خدوا عملوا جيل اول من تزاوج البلط النيلي مع الاوريب، وبعدين خدوا الذكور بتاعته وعملوا تزاوج من المزنبيقي مع الرونورم زنزبار، وطلعوا زي ما انت شايف كده الميل لاين فوق عامل ازاي والفينيل تحت عامل ازاي، وده النسل الجديد اللي هم طلعوه. الميزه الكبيره اللي موجوده في استخدام الرونورم في التهجينات لانتاج البلط الاحمر، انك انت تقدر فعلا انك تزرعه في ملوحه اعلى مما يطلع. النهارده الدكتور شريف، يمكن الدكتور شريف شمس الدين كان معاكم مسلسل مش كده، حكى لكم على التجربه بتاعته ان هو جاب من تايلاند سمك. البامفلت اللي جاي مع الرساله دي قال له ما تتحطش في ملوحه اعلى من 18. ليه؟ لان هو لما اشتغل واخرج هذه السلاله اخرجها من البلط النيلي مع الموزمبيقي، ما استعملش الرونورم في الموضوع. الموزمبيقي بيتحمل الملوحه بس النمو بتاعه في الملح في درجات الملوحه العاليه في ميه البحر ما بيبقاش بنفس السرعه، لكن الرونورم ما بيحصلش فيه اي فروق ميه البحر عن الميه العذبه. بيفضلوا كل هذه الاصناف لما يجي يشتغل فيها في المفرخات ان هو يستعملها في مياه عذبه، يستعمل لها مياه عذبه عشان ينتج منها السلاله بتاعته، عشان يحافظ على الانتاجيه بتاعته، وبعدين عشان ينقلها للملوحات المختلفه بيفضل يعمل لها ادابتيشن وتدريج لغايه لما بيوصل لدرجه الملوحه اللي انت هتاخدها تحطها فيها عنده. لو هو هيديها لك من غير ما يعمل لها عمليات التكيف دي، هو بيوصيك في البامفلت بتاعه ان انت علشان تنقله لازم تاخد وقت علشان الاسموزيه بتاعته والكلام ده ما يحصلش عندك نفوكه. ده الريت لابيا اللي كان جاي من تايلاند شغاله فيه تقريبا من اول الثمانينات تقريبا، ووصلوا النهارده لمستويات كبيره قوي في الانتاجيه دي. الميزه في الدول دي ان هم ما عندهمش برد، واحنا العدو الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم العاشر للبلطي هو درجات الحراره المنخفضه، او درجات الحراره اللي خارج النطاق مش المنخفضه بس. احنا بقالنا اكتر من 6 سنين 7 سنين في مصر النهارده بنعاني من نفوق ضخم في مزارعنا اللي بتنتج بلطي بسبب خروج درجات الحراره. رغم ان احنا في الصيف لكن درجه الحراره تعدت الخط الملائم لاسماك البلطي. انت النهارده لما تيجي تتكلم في الميه 35 36 37 درجه مئوي، طب انت هو ما بيتحملش الكلام ده، في حين المبروك ما بيتاثرش، البوري ما بيتاثرش. ده الارتداد اللي انا بكلم حضرتك عليه، ده اللي موجود عندنا النهارده في الكيلو 21. قد يظهر بعض من ده في الكيلو 21، لكن شطاره القائم على التفريغ ان هو لما يجي ياخد قطيع جديد للامهات يحاول ان هو ياخد ده بس عشان يحافظ على اللون بتاعه. لان من اهم مميزات جوده المفرخات اللي بتشتغل في البلط الاحمر هو يحافظ على اللون، لان هو ده بلطي واخد قوه البلطي النيلي في معدات نموه، واخد اللون من النيلي كمان، لان النيلي بيدي اللون الاحمر، بدليل ان الذكور بتبقى حمراء خالص كلها تقريبا في موسم التزاوج. هو عنده الجينات اللي بتسمح بافراز هذه الصبغات، وبالتالي هي تركزت في الابن ده، فاحنا نحافظ عليه بحيث ان احنا لما نيجي ننتجه ما يديناش البرطاشه اللي انت شايفها دي. انت ما انتش عارف ايه دي، حتى لو دخلت السوق ما تقدرش تشتريها، انت حاسس ان السمكه دي كانها مريضه. اكيد هتكون مريضه بالمنظر ده، هيقول مريضه بالمنظر، هيقول مريضه، لكن دي مش مريضه.